عبر الهاتف ينضم الينا الدكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل. دكتور عوض اهلا وسهلا بحضرتك، ما هي طبيعه المحفزات التي يحتاجها القطاع الخاص في مصر وعموم افريقيا بشكل عام حتى يستطيع ان ينمي من نشاطاته وان يكون شريكا مع الدول في التنميه؟ تحياتي لسيادتك وللساده المشاهدين استاذ احمد. بالفعل عشان نخلق بيئه اعمال صحيحه وسليمه وفقا للمعايير والضوابط الدوليه المتفق عليها بشكل كبير جدا بين الدول المتقدمة، لابد من تبني فكرة المساواة أو المعادلة أو العدالة التنافسية بين القطاعين، الخاص والقطاع العام أو القطاع أو الشركات التي تساهم فيه الدولة. الدولة المصرية بالفعل انتهجت هذا المسلك التشريعي في إصلاح البنية التشريعية، فصدر القانون كقانون محفز اللي هو قانون الاستثمار 72 لسنة 2018 ليضع المساواة الكاملة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مسألة التعامل مع الحوافز والضمانات وضمانات عدالة التنافسية بين كافة مؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص، دفعا للقطاع الخاص إلى المشاركة بشكل فاعل وإدراكا من الدولة المصرية بدور القطاع الخاص في قضية التنمية وفي ضخ الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات. البنية التشريعية للدولة المصرية تحسنت بشكل كبير جدا، فوجدنا مثلا على تحتل أي أولوية البنية التشريعية المهيئة للاستثمار في عدد محفزات الاستثمار الذي يفتش عنه أهل القطاع الخاص دكتور عوض؟ طبعا هي تأتي على رأس أولويات المستثمر أن تكون هناك بيئة تشريعية مساعدة ومحفزة على الاستثمار، جاذبة له، عادلة في التنظيم، سريعة في التقاضي، سريعة وشفافية في إعلاء كافة مبادئ المساواة بين القطاعين. البنية التشريعية هي اللبنة الأولى التي يمكن أن يبنى عليها تشجيع القطاع الخاص، لذلك الدولة المصرية أعطتها الأولوية القصوى، فصدر عنا التشريع ما يعرف بقانون الاستثمار كمحفز أول اللي هو قانون 72 لسنة 2018، وسبقه قانون الصلح الواقي وإعادة الهيكلة وقانون الإفلاس، ساهمت فيه الدولة المصرية بخلق جو كبير وبيئة كبيرة جدا من تسوية المنازعات وإقالة عثرات الشركات ومعاونتها حتى وصل إلى الإدارة وضخ أموال جديدة وعدم الترصد للشركة بإفلاسها. فضلا عن ذلك صدر ايضا قانون الان قانون مجلس الوزراء وافق على قانون البنوك الجديد، وهو قانون وفقا للمعايير الدوليه وتوصيات بازل، قانون متقدم جدا وهو في مرحله الان مرحله المناقشه والاصدار من اللجنه من البرلمان المصري. دكتور عوض، يقولون ان اي طفره اقتصاديه يمكن ان تصيب او تصادف امه تكون مرتبطه بالدرجه الاولى حتى تكون عفيه ومتينه بالقدر الكافي بحجم النشاط الصناعي وما تصنعه هذه الدوله وبالتالي ما تصدره وتدر على اساسه عمله صعبه. حجم الاسهام الذي قدمه القطاع الخاص في مجال التنميه الصناعيه او القطاع الصناعي بشكل عام في مصر. قطاع الصناعي، طب عشان نعرف بس في شيء مهم جدا، الصناعه تحتل في المركز الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد الكلي الدولة المصرية حوالي 24% ونص من إجمالي الاقتصاد المصري بالكامل. القطاع الصناعي يعني ربع الاقتصاد المصري تقريبا قائم على الصناعة. ربع الاقتصاد المصري قائم على الصناعة، هذه النسبة نسبة يعني الآن لا تتناسب مع الدولة المصرية ومع طموحاتها، وترجو الدولة المصرية أن ترتفع بها إلى حوالي 37 أو 38% بحلول عام 2030 كمستهدف للدولة وللحكومة. أما المحفزات أو الأولويات التي ساهمت الصناعة، يعني نعلم جيدا أن الصناعة المصرية زادت صادراتها في عام 18 الحالي، عام 18 المنصرم والعام الحالي، بمقدار إجمالي حوالي 2.5 مليار دولار. بالفعل تقدمت تقدم كبير، يعني 2.5 مليار تقريبا زيادة في صادرات الدولة المصرية، ده نتيجة تحفيز القطاع الخاص، وكلها على فكرة بالمناسبة من الصادرات الصادرة من القطاع الخاص وليس من القطاع الحكومي أو الشركات التي تساهم فيها الدولة. حجم الإسهام الأجنبي في هذا القطاع أو في تقريبا 24% من مجمل الاقتصاد الوطني قائم على النشاط الصناعي، حجم الإسهام الأجنبي أو الشركات الأجنبية القائمة قياسا بالصناعة المحلية الصرفة إذا كان لها وجود؟ لا، هو طبعا لها وجود، ولكن هي بأرقام ومعايير مختلفة من قطاع صناعي إلى قطاع آخر، يعني من قطاعات مختلفة.
يعني في مثلا في قطاع عندي القطاع البتروكيماويات لدي استثمارات ألمانية في قطاع صناعة الغاز وفصله وتكرير البترول، لدي استثمارات أجنبية إنجليزية وفرنسوية، لدي في قطاع صناعة الأسمنت استثمارات فرنسوية كبيرة جدا ومكسيكية أيضا، لدي استثمارات كبيرة جدا في كافة القطاعات الصناعية للدولة المصرية. من الممكن أن تصل إلى حدود 7 أو 8% من إجمالي 24.5% استثمارات أجنبية. ما زالت الطريق مفتوحا والبيئة مهيئة لدى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة، وخاصة أن مصر والتقارير الدولية تقرر بأن مصر هي القبلة الأولى للاستثمار وجذب الاستثمار في إفريقيا أولا، والثانية عربيا بعد الإمارات مباشرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا المناخ السائد في العالم والتقارير الدولية لابد أن يستغل لجذب المزيد من الاستثمارات للدولة المصرية بشكل كبير، وخاصة في مجال الصناعة. وشاهدنا زيارة السيد الرئيس الأخيرة في ألمانيا، وأنه يتحدث مع الشركات الصناعية، شركات صناعة السيارات وصناعة العربات السكك الحديدية، وهناك تعاون بين وزارة الانتاج الحربي المصري وبين الجانب الألماني في مشاركة في صناعة عربات السكة الحديد لتطوير مرفق النقل العام أو نقل السكك الحديدية. دكتور عوض، هي كلمة الاستثمار عندما تطرح وتحديدا عندما كانت تتم المعالجات المجتمعية أو النقاشات المجتمعية المرتبطة بالمشروع الأولي لقانون الاستثمار ومن بعد ذلك إعادته وصياغة القانون الجديد، يتبادر إلى الذهن مباشرة المستثمر الأجنبي، بينما قيل أن الحكومة كانت تستهدف أيضا المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي الذي له نشاط قائم في مصر. حجم الاهتمام الذي تعنى به الدولة فيما يتعلق بالمستثمر الوطني أيا كان حجم استثماره أو نشاطه. بالمناسبة عشان نؤكد بس على ثقافة لابد أن تكون الفكرة واضحة، عندما يتحدث قانون الاستثمار 72-18 عن مستثمر هو لا يميز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، فجميع الضمانات والحوافز الموجودة والمقررة في القانون 72 هي مقررة للمستثمر على إطلاق اللفظ، سواء كان هذا المستثمر مصري أو عربي أو حتى أجنبي، كلاهما يتساوى ويعامل معاملة واحدة، القانون لا يميز بينهم في شيء. جميع المزايا والإعفاءات والضمانات وإعطاء الحوافز والأراضي وتسوية المنازعات والمنح والتراخيص كلها بالكامل يتساوى فيها المستثمر الوطني مع المستثمر العربي مع المستثمر الأجنبي، كلهم ينظر إليهم باعتبارهم مستثمر. فالدولة لا تغفل أبدا فكرة الاستثمار الوطني ولا الاستثمار الأجنبي، كلاهما سواء أمام منظور الدولة من ناحية المنظور الإداري والمساواة بينهم، وده أساس فكرة خلق التنافسية أو العدالة التنافسية بين القطاعين العام والقطاع الخاص، وعدم التمييز داخل القطاع الخاص نفسه بين شرائح وشرائح أخرى أو مستثمر ومستثمر آخر. هي النقطة التي بدأت بها حضرتك الحديث دكتور عوض وتنهي به أيضا هذه المداخلة، مسألة خلق التنافسية العادلة بين القطاع الخاص والعام. شكرا جزيلا لك دكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، منضما إلينا عبر الهاتف.